أيها الحب الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هنا من ميدان الهباب أحد أفرع ميادين دبي، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق هذا الصباح الذي خصص لفئة الأيداع، لهجن أصحاب السمو والشيوخ وهجن أبناء القبائل التي تشاركنا هذا التحدي في صباح هذا اليوم المقررة ب 14 شوط، 6 أشواط لهجن أصحاب السمو والشيوخ و8 أشواط لهجن أبناء القبائل. الانطلاقة تمت بحول الله تعالى لأول أشواطنا الرئيسية التي تحمل عنوان الأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل، مع المسافة المعتمدة والمقررة من اللجنة المنظمة هي بالخمسة كيلومترات. أيضا مع هذه الانطلاقة ترحيبنا وتشريفنا أيضا بمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن مليجة الفلاسي الذي يتابع هذه الانطلاقات الصباحية، ترحيبنا أيضا بكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا الحدث. على البركة نرحل إلى المركز الأول ونعطيكم الشاهينية من تتقدم بالمركز أو رحيق بالمركز الأول، سعيد بن سهيل بن دليوي من يقدم لنا رحيق بأول المراكز. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان مع التضمير، النقلة التالية إلى المركز الثالث فتأتينا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير مع التضمير، النقلة الأخرى إلى المركز الرابع تتقدم هملولة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم ثاني بن عبيد بن سعيد الفلاسي من يتقدم بالمركز الرابع، والمركز الخامس هملولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بضيعة مع التضمير، والمركز السادس فهنا الوصول الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عبيد بن محمد بضيعة التضمير، المركز السابع هملولة محمد بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز التاسع والسابع المركز الثامن تأتينا بصيحة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم محمد العبد الله بن حميدان، أما المركز العاشر فهنا الوصول من المايدية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وسيف بن علي أبي كريب من يتقدم أيضا مع التضمير. هذه النتيجة للمراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وهكذا ينتهي دورنا بإذاعتنا في المراكز الأولى والاثنين كيلو متر اللي قطعناها، وبدينا بندخل الثلاثة كيلو متر المتبقية ونذهب أيضا، وبدت السرعة تقريبا من هذه المرحلة، بدت الإثارة من هذه المرحلة، ورحيق رحيق يا سلام، رحيق النحل والعسل، رحيق النصر والزعفران يتواجد عند خشمة، هي من تتقدم الآن، هي من تتقدم بشعار أبو راشد سعيد بن سهيل بن دليوي، هو من يقدم لنا رحيق في أول الأشواط المتابعة من المركز الثاني، فتأتينا هملولة لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم ثاني بن عبيد بن كديدة، هو من يتقدم أبو عبيد اليوم اليوم اليوم، حسبوا له حساب، حسبوا له حساب في الفورمة، في الفورمة دائما يا ثاني، دائما في الفورمة إن شاء الله يتقدم وعنده النشاط وعنده التحدي وعنده أيضا الإثارة. المركز الثالث فتأتينا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، والمتابعة من المركز الخامس هملولة محمد الخاطر بن هاشل الشامسي. والله هذا خطير صراحة، هذا خطير، حسبوله ترى أخطر مهاجم من أبناء القبائل يشارك في أشواط الشيوخ، يتحدى هجن الشيوخ. يلا هذا الميدان بنشوف يا بن خاطر، بنشوف اليوم والله انه بدا يطوف، شوفوا درجه يعدي من الخامس الى الثالث الى الرابع الى الثاني، وين وصل الاول
وصل الاول. طيب ناخذ 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 المركز الخامس، المركز السادس في هذه اللحظه الشاهينيه لاسم الشيخ حمدان بن محمد وراهد المكتوم. الشاهينيه ايضا تقترب بقياده عبيد بن محمد وضبيعه بن حميدان. هاجم بن حميدان، هاجم مع مصيحه لاسم الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم. هني ايضا التقدم واضح في هذه المرحله وفي هذا المسار. نذهب 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 يا محمد، روح روح عند اللي يروحون، عند اللي يتنافسون. بن هاشم وين وصل؟ بن هاشم وين وصل؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يتقدم في هذه اللحظات مع حملوله 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 حملوله، ولكن من الجانب الاخر من الجانب الاخر رحيق 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 رحيق، هي من مسيطرة مسيطرة على الموقف مسيطرة على الموقف مسيطرة على الموقف. بشعار ابو راشد بشعار سعيد بن سهيل ابن دليوي من يقدم لنا رحيق في هذه الجولة. المركز الثاني هملولة بن هاجل، هملولة بن خاطر، هملولة الشامسي تقترب من المركز الثاني والمركز الثالث. نقول الشاهينيه لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير هو من يتقدم بالمركز الثالث. نكتفي 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 بالثلاثه المراكز الاولى لنتابع لنراقب رحيق والشاهينيه او هملوله. وهني مصيحه قادمه مصيحه قادمه لاسم الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم. محمد بن عبد الله بن حميدان من يعلن الهجوم. والله شو يعني العصي كلهن قوس، ما في حد سوى لنا شوي نوع من 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 التحدي. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، شوي 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 شوي، ها حرك 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 حرك. يا سلام يا سلام، تتحرك رحيق تتحرك الى المزيد، وما زالت مستمره بالعطاء مستمره بالاندفاع مستمره بالمركز الاول من بدايه الانطلاق من بدايه الانطلاق، وهي تسيطر تسيطر سيطره ميدانيه على الشوط الاول. هذا هو شعار براج، هذا هو شعار ابو راشد. عليها رقم كم يا محمد؟ واحد واحد واحد، وبندليوي رقم واحد. نعم هذا هو هذا هو الرقم اللي يعني موضوع على رحيق، ورقم واحد رقم واحد. ولكن مصيحه 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 بن حميدان بن حميدان يهاجم يهاجم رحيق على ظهر مصيحه على ظهر مصيحه. المملوكه لاسمه الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم. افا 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 رحيق تنسحب من المعركه تنسحب من المعركه باللحظات الاخيره، وتتقدم مصيحة تتقدم مصيحة. لا ما رضيت ما رضيت ما رضيت رحيق ما رضيت، عادت مرة ثانية، عادت بهجمة مرتدة خطيرة إلى موقعها الصحيح. تكمل الناموس تكمل الناموس تكمل الناموس تكمل الناموس الناموس إلى الهباب. الناموس لأبو راشد، الناموس لسعيد بن سهيل دريوي. ثاني مصيحة لاسمه الشيخ مايد بن محمد المركز الثالث. فهنا هملولة محمد الخاطر الشامسي المركز الرابع. فهنا الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، شاهدنا رحيق وهي تتقدم من